أهلا بكم إلى تفاصيل النشرة. بداية، أخطر رئيس الجمهورية عبد العزيز بوتفليقة رسميا رئيس المجلس الدستوري بقراره إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية حسب ما علم اليوم الثلاثاء لدى رئاسة الجمهورية. بيان الاستقالة ورد في وكالة الأنباء الجزائرية، أي على أساس المادة 102 من الدستور، ليأتي القرار بعد أقل من ساعة من صدور بيان رئاسة أركان الجيش الوطني الشعبي.